اولا بنرحب بالاخوه اللي جايين يعيدوا ذكريات قناه السويس، ولهم الفضل في بناء قناه السويس اللي احنا لا نستطيع ان ننكره، فضل الفرنسيين في تصميم وتنفيذ قناه السويس، وعلينا ان نشكرهم ونستمر في تقديرنا ليهم. أنا بدأت حياتي كضابط بحري في القوات البحرية، وبعد ما خلصت الدراسة سافرت إنجلترا، قعدت سنة ونص في دراسات ملاحة ودراسات أخرى مكملة، وعدنا من انجلترا اشتغلت في البحرية الى ان جاء التأميم قناة السويس. كنت قبليها عينت مع المهندس محمود يونس دون ان نعلم حاجة عن التأميم، يعني ما كانش حد يعرف عن التأميم الا ثلاث اشخاص، محمود يونس، عبد الحميد ابو بكر، محمد عزت عادل. أنا كنت مدير مكتب محمود يونس ولا أعلم حاجة عن التأميم، إلى أن في يوم ركبنا العربيات وتحركنا إلى الإسماعيلية وكل واحد فينا معاه جواب، وهنسمع الخطبة بتاع جمال عبد الناصر وهو بيقول فرديناند لسيبس. مجرد ما يوصل ليفجي كلمة فرديناند لسيبس نفتح الجواب وننفذ كل واحد المهمة اللي عنده. مهندس كل شغله ونشاطه في البترول وفي شركات البترول، إنما في عملية التأمين دي جابوا له واحد الله يرحمه اسمه المهندس قاسم سلطان. مهندس قاسم سلطان ده كان يعني مكلف بدراسة قناة السويس ويعني ياخد فكرة عنها كاملة يعني، فكان ده المساعد بتاعه. إنما جينا ولا كنا ما نعرفش حاجة خالص عن القناة ولا الإرشاد ولا يعني هو بعت طلب حضرتك تحضر عنده عشان موضوع التأميم ولا حضرتك كنت معاه؟ لا أنا اشتغلت، هم نقلوني عنده أشتغل معاه برضه، ولم يكن في فكري إن هيكون تأميم قناة السويس خالص. ده كان قبل التأميم بقد إيه تقريبا الحكاية دي؟ بحوالي أربع شهور. ما كانش حد يعرف حاجة عن التأميم وقتها؟ ما كانش يعني الفكرة ما فيش موجودة. طيب. ولذلك لما قال لنا الجواب وافتحوا يعني اما جاله تكليف التأميم حوالي يوم 18 يوليو 56 التكليف، بس 100% انا اعتقد شعرت بتغيير في هو جاله في المتأخر. انما هو بطبيعته محمود يونس يعني عنيف، يعني اما ينفذ بيبقى جدع يعني. وهو لما ابتدينا نخش بالليل على مبنى حضرتك لو فتحت الجواب بتاعك بقى كان فيه ايه بقى؟ كان ان احنا هنخش مراقبة الملاحة اللي في الإسماعيلية اللي هي على البحيرة، مراقبة الملاحة اللي هي في المبنى الرئيسي اللي كان في الدائرة الأول القديم، مش المبنى الكبير ده. دخلنا وتخش بقى على المسؤولين عن مراقبة الملاحة اللي هم بيعملوا الخنبويات ونظام الدخول وطلاب. كان معاكم وقتها؟ نعم. مهندس محمود يونس شخصيا كان معاكم؟ كان مع حضرتك؟ كان معانا في مكتبه. يعني هو دخل على المكتب بتاع وقعد فيه ومعاه بقى فؤاد بكر على مجموعة من المهندسين. أنا رحت على مراقبة الملاحة وكان بداية لقائي مع الله يرحمه
زكريا بيه. بس انا اذكر ان زكريا بيه كان في البورتوفيق وقتها. بس يعني هو جالس مع عليا، قابلته وقابلت حسين حمزة ومجموعة أخرى من المصريين الموجودين. طب حضرتك رحت بالليل، كانوا دول موجودين وقتها يعني؟ نعم. حضرتك بتقول رحت بالليل، ما هو بالليل في 24 ساعة. أيوة. في خدمات. وبعدين استدعينا الأساسيين. لما جيتوا دخلتوا من البوابة بقى يعني الناس عملوا ايه؟ يعني شابوكوا تخشوا كده ولا؟ والله هم الحقيقة لم يحدث أي احتكاك. هم استقبلونا، وكان الرئيس ساعتها قال تأميم قناة السويس، وهناك أخوة لكم بيأمموا القناة، وداخلين القناة في اللي دخلوا بورسعيد واللي دخلوا في السويس، واحنا دخلنا في الإسماعيلية. بعد ما قعدت شوية قابلت مجموعة من ماسكين مكتب الحركة. قلت لهم ايه بقى حضرتك؟ قلنا لهم يا جماعة احنا جايين، القناة اتأممت واحنا جايين نمسك العمل، ونحب ان نتعاون معكم. يعني الحقيقة كان عندنا تعليمات انكم تبدوا التعاون والعلاقة الطيبة. كان دول بقى مصريين ولا اجانب؟ في منهم كانوا اجانب وفي مجموعة مصريين. المصريين ما جاتش مشكلة. الأجانب الحقيقة الموجودين ما حدش فيهم كلمنا بطريقة بايخة، كلمونا بأدب، وما حصلش نوم. احنا كمان كنا بكلمهم باحترام، اعتذروا قالوا احنا مش هنحط ايدينا في حاجة، اتفضلوا. في ساعتها كده قالوا قالوا احنا خلاص اشتغلوا انتوا، وما كانش عندهم استعداد يتعاونوا، مش يتعاونوا، يقولوا لنا نعمل ايه. انما مين اللي قال لنا بقى؟ المجموعه المصريين واليونانيين بالذات اللي كانوا موجودين. الحقيقه هم اللي قالوا لنا وشرحوا لنا ايه اللي نعمل. ابتدت اليوم يعدي. الاخوه كان مع مهندس محمود يونس بقى. محمود يونس قعد في مكتبه قابل جماعه كبار، كان اكبر راس الفرنسويين، وقال لهم سوري، وهم قالوا له اوكي احنا اعتبرنا اوت، احنا مش لاول يوم يعني ما فيش اي اصطدام حصل ولا شده. ومحمود يونس قال لهم اشكركم، وبداوا اول يوم مشيت الملاحه. كانوا المرشدين الاجانب الفرنسويين والانجليز كانوا بيشتغلوا، قعدوا يشتغلوا، وطبعا كل واحد في مكانه. زكريا بيه كان ماسك الملاحه، علي داوود كان في بورسعيد، صاغ يوسف كان في السويس، وصاغ يوسف بقى هو اللي مسك السويس. ابتدى الشغل يستمر الى ان بعد حوالي 14 يوم محمود يونس قال لي سافر بورسعيد شوف ايه حكايه المرشدين. يعني هما كانوا حاسين ان لو المرشدين سحبوا الملاحه تقف. رحت بورسعيد اتدربت. يعني كان في بوادر لموضوع سحب المرشدين قبلها؟ طبعا لما انا رحت بقى بورسعيد مرشدين الاجانب الفرنسويين والانجليز بداوا يبيعوا بيوتهم، وباين قوي انهم هيمشوا، واللي كان يطلع اجازه ما يرجعش. بالليل بعد حوالي 14 يوم محمود يونس بعت لي، رحت له الاسماعيليه، قال لي ايه الموقف؟ قلت له الموقف ان احنا نجيب مجموعه مرشدين من البحريه اباطين معاهم المؤهل شهاده ماستر تيكت، وييجوا
يتدربوا نقسمهم إلى أربع أقسام. دي كانت فكرة وكتبوها في كتاب إن نقسم المرشدين أربعة أقسام اللي جبنا الجداد. جزء يشتغل من بورسعيد الإسماعيلية وان واي، يعني مش رايح جاي، لا وان واي بس. جزء الثاني من الإسماعيلية للسويس، الثالث من السويس للإسماعيلية، الرابع من الإسماعيلية لبورسعيد. ونتدرب، اخد مركب من بورسعيد الإسماعيلية وارجع بالعربية واستريح، وتاني يوم اعمل واحدة. لو عملت، قلت له لو عملت انا 12 13 مركب بعد كده لو طلبتني امرجنسي هعملها. طبعا انا كنت وقتها عندي 26 سنة وخبرتي مش كبيرة، فأنا بقول الكلام ده على أساس عملية الإرشاد من بورسعيد بنص القناة يوصل الإسماعيلية وخلاص. لما هم يسألوا الجماعة القدام زي زكريا بيه وعلي داوود وحسين حمزة، قالوا لهم مش ممكن قبل 6 شهور. فطبعا محمود يونس شايف 6 شهور وشايف 2 أسبوع. يا طودي يا رفاعي، نادي بقى المجموعة تعالوا شوفوا علي بيقول ايه. وتليفون للقوات البحرية بعتولنا 3 أتوبيسات تاني يوم الصبح الساعة 6 فيهم ضباط، وجبنا ضباط من البحرية التجاري وابتدينا نقسمهم وابتدينا نتدرب. وقال لي انت واحد منهم تتدرب من بورسعيد عشان لو يعني تاخد بالك ان هتبقى انت المسؤول. وطلعت بعدها بحوالي 14 يوم استدعونا بالليل الساعة 12 تعالوا المرشدين انسحبوا تعالوا اشتغلوا. انتوا عملتوا تدريب 14 يوم 14 يوم بس. ايه بقى؟ نص القناة في اتجاه واحد، دي تفرق كبير. انا طلعت على اول مركب ليا، مركب الماني هانز لاين. كانوا في الإذاعة قالوا إن الهيئة جابت طلبة ثانوي يتدربوا مرشدين وياخدوا المراكب. فالراجل الكابتن الألماني بتاع هانز لاين قال لي كابتن يو ار نيو بايلوت، قلت له يس ام نيو بايلوت اند ذيس از ماي فيرست شيب الون. اي واز فيري اونست وذ هيم. فطبطب يعني قال لي اوكي كبايلوت جو اهيد. قلت له قال لي هاف يو جوت يور ماستر تيكت، قلت له يس ذيس از ماي ماستر تيكت اند اي هاز بين كابتن فور 2 years. All right, I started, but honestly, when I start moving, I start to heave away the anchor, ready to move, I lost all the boys in the harbor. I couldn't see the green boys or the red boys or the white boys at all. لا ابدا feeling the feeling. But after 5-6 minutes I start to gain confidence and I start to see the boys and we turn over we go to the canal. In the canal you start من البغاز من بورسعيد من البغاز ولا من جوه؟ لا من جوه. كنا في الافان بور وبركب انا هناك تو انكرز ورباط ورا مولا وسحبت ولفيت ودخلت القناة. ما تدخلش القناة. كنت أول مركب بقى في البونفوي ولا كان؟ لا أنا كنت إن بتوين يعني. أنت لما بتوصل في بورسعيد 3.7
بتبقى دي بداية القناة. Green boy or red boy, and you keep in the middle between the boys. From Port Said. نعم. من بورسعيد لحد كيلو 51 بورسعيد خط مستقيم. بس في البلاح كمان بقى، في البلاح فيها لف. لا يعني كربات، احنا الاول بنبتدي من 3700 ل 51 خط واحد، وبعدين تبتدي بقى كانش يعني تبتدي تعمل الكيرف بتاع البلاح، وبعد كده الكيرفات التانية. انما المهم في الفترة الأولى اللي هي من دخول قناة لحد كيلو 51 خط دوري. مع أول ضوء لقينا في ناس على الرصيف على الشارع بينادوا بايلوت بايلوت، فطلعنا لقيت محمود يونس ومعاه المجموعة بتاعته كلها والمديرين كلهم معاه، وكان من ضمنهم زكريا بيه ساعتها. كان في أي منطقة حضرتك الحتة دي؟ يعني منطقة كيلو 51 دي فين؟ نعم. كان في أي منطقة المقابلة؟ احنا كنا لسه يا دوبك داخلين على الأنطارة. على الأنطارة لقينا بقى بينادي علينا وبيفوت مركب مركب يقول لهم جود لك، مش عارف حاجة بشكلها. كملنا الرحلة الساعة 11 الصبح، كابتن طلع تحت بيقول لي بايلوت كونجراتوليشن، تهانينا القلبية، رئيس الجمهورية الشعب المصري بعت لكم برقية بيهنيكم ويمنحكم وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى. مفيش أحسن من كده. في أول مركب، في أول ما واحنا يعني، فطبعا والقافلة، وما حصلش في الأيام الأولى دي أي حادثة ولا شبورة ولا حوادث ولا حاجة، الحمد لله مشيت ممتاز. بقى رحت لغاية الإسماعيلية ونزلت هناك بقى؟ ونزلنا الإسماعيلية رجعنا بعربية، ما روحناش البيت. لا لا لا، قعدنا الاستراحة. الاستراحة يدوك لبن وبتامينات ويأكلوك وتنام، وياخدوا هدوم يغسلوها يجيبوها لك تلبس، تاني يوم تاخد مركب. اللي نجح العملية بقى مش احنا، اللي نجح العملية الزملاء المجموعة القدام اللي كانوا في القناة قبل كده ومتدربين على كل القناة. الأيوبي والمجموعة وستة يونانيين منهم ساكيلس عملوا إيه دول؟ قسموهم إلى قسمين. طب هم كانوا كلهم كده على بعض 36 واحد القدام، ال 36 واحد 18 بورسعيد و 18 السويس. بقى ياخد المركب من بورسعيد الى السويس دون تغيير ام في النص، ويروح هناك يشرب وياكل وينام يستريح. ال 18 اللي نزلوا وال 18 اللي جم تاني يوم يرجعوا، ده يرجع والتاني يرجع. فبقى ال 36 مرشد دول بيعملوا مطرح اضرابهم في اربعه. فقدرنا نغطي العدد الكبير جدا من المراكب انه يعدي بسلام. ما حصلش اي حوادث نهائي في الفتره الاولى الحمد لله، ما هو حبش حوادث، كان هي شبوره. هنا بقى ليه الناس القدام لما سألوهم قالوا لهم 6 أشهر؟ مش عشان هيباوي وخش الكنال، عشان أحضر حوادث الشبورة، حوادث إن مركب قدامي هيفي وقفت قفل القناة وأنا على هيفي تانكر لودد أوقفها إزاي؟
هنا دي الخبرة بقى، دي اللي كانت بتخلي الناس اللي قدام بيقولوا 6 أشهر. أنا أخدتها على إنها 5 يمين و5 شمال واستدي، يعني الخبرة ما كانتش موجودة إنما عدت. طيب حضرتك بقى المرشدين اللي هم انسحبوا بس كانوش لسه مشوا، فلما شافوكوا اشتغلتوا كده يعني مرشدين الأجانب يعني؟ لا هم الحقيقة بعد ما انسحبوا ما شفتهمش. سافروا 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 على طول يعني. واحنا ابتدينا نجيب مرشدين تانيين، يجي من امريكان، منهم امريكان جم، في يوغوسلاف، بولنديين، ايطاليين. استمرت كده لغايه العدوان الثلاثي اللي هو في اكتوبر 29. قعدنا بقى نتدرب نشتغل لحد العدوان ما جه وهم مشوا. لا هو انا في اذكر في العدوان يعني في مراكب قالوا بقى هنغرق الطرقات وهنغرق غرقوا مينا بورسعيد، مينا بورسعيد اتسدت، قناة نفسها اتسدت، السويس اتسدت، وبدأنا بقى دخلت هاي ال قعدتوا ولا قالوا انسحبوا بقى في حتة؟ احنا المرشدين قعدنا شوية، وبعدين قال لك الله المرشدين دول قعدوا هيفقدوا الكفاءة بتاعتهم، ابتدينا نروح دول عربية. يعني أنا رحت ليبيا اشتغلت هناك في طبرق، في غير راح في بنغازي، في يعني وفي ناس راحوا في السعودية وفي الخليج، واشتغلنا إلى أن عيد فتح الملاحة سنة 57 تقريبا. فتح الملاحة 57. رجعت تاني حضرتك بقى. كنت فين بقى، في بورسعيد ولا في اسماعيليه ولا فين؟ رجعت في الاسماعيليه، رجعت في الاسماعيليه، قعدت مرشد شويه، وبعدين المرشدين عملوا اضراب حصل فيها يعني طلبوا زياده المرتبات وحاجات زي كده، فقالوا لي انزل امسك الإدارة مع في الإدارة. نزلت بقى في الإدارة قعدت 10 سنين. ده سنة 58 تقريبا، سنة 79 حاجة زي كده، أنا قعدت ومشيت 89. لا مع حضرتك لما حصل الإضراب ده كان سنة 57 لا 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 كان بعد كده، كان بعد كده. كان في الإدارة من سنة كام بقى؟ ابتديت سنة كام؟ قعدت في الإدارة من أقول من 79 لحد 89. لا 79 ده كان بعد الحرب الثانية بقى، بعد 69. والإضراب الحرب الثانية حصل بعدها، الإضراب إضراب يوم ولا اثنين. في 67 كنت لسه في الإرشاد. قعدت في الإرشاد، لأن قعدت في الإرشاد 25 سنة لحد ما بقيت كبير المرشدين. بعد كده خدوني في الإدارة، قعدت مسكت الديبيوتي دايركتور نائب مدير التحركات لحد ما طلعت معاش. طلعت معاش سنة نقول سنة 90 تقريبا. الحياة حافلة يعني فعلا يعني. 90 بقى طلعت من الهيئة، خدوني شركة سميت الهولندية. سوميت ولا سميت؟ سميت. سميت بتاعت القاطرات. اللي هي بتاع القاطرات وسالفج. قعدت معاهم 26 سنة. كنت قاعد في مصر بقى؟ هنا في مصر في المعادي. كان مكتبي في المعادي ماسك شلبايه ماسك مع شلبايه، ماسك مدير عام للشركه. القبطان رأفت كان هناك، وكان محمد رأفت الله يرحمه. قعدت معاهم 26 سنه، سبتهم بس سنه 2015. ادي حياه حاليا انا ماسك
يعني انا بروح بيجيني الورق عندي في البيت وبتاع في شركة اسمها البحرية التجارية ماسك رئيس مجلس الإدارة. يعني واحد صاحبها صديقي فبيستعين بيا كخبرة. يعني حضرتك بقى قعدت في الإسماعيلية مدة طويلة، ف وحضرتك حكيت لنا الحياة العملية والإرشاد وكده، طب الحياة الاجتماعية بقى كانت إزاي في ذلك الوقت؟ الحياة الاجتماعية، إحنا عارفين إسماعيلية بلد جميلة و هو إسماعيلية الحقيقة كل البلاد اللي على القناة كان أميز ما فيها الأشجار الجناين. يعني الحقيقة ومدينة إسماعيلية بالذات الشارع الرئيسي بتاعها ده جميل على إنه ترعى من هنا وبعدين خضرة وبعدين المحافظة مع الهيئة مع الاستراحة مع المتحف بتاع فرديناند السبس البيت بتاعه أوضة النوم بتاعته إنه كان بيستحمى في طشت محطوط تحت السرير. وبعديها يعني كان وفي الاستراحة الرئيسية لكبار الزوار، مباني محترمة جدا هي قديمة واخدة شكل أوروبي خالص البرندات. ويعني كانت القناة عاملة حياة في بورسعيد وفي الإسماعيلية وعلى طول القناة. يعني قناة السويس عملت حياة في الثلاث بلاد دي. هل كنتوا بتشعروا ان انتوا كأنكم أسرة واحدة مثلا او عايشين في منطقة متميزة مثلا؟ هو كان معمول نوادي سواء بلاشانفا على المجتمعي على الفروسية، يعني في مجموعة نوادي كبيرة بنقعد فيها كلنا، فكانت بتجعل فينا حياة عائلية قوي. يعني بتروح النوادي دي بقى نادي الفروسية على طول، يعني كنا باستمرار يوميا في نوادي أجمل، بتخش تجد خدمة وقعدة حلوة وأسعار معقولة مدعمة. وأولاد حضرتك كانوا بيروحوا برضه؟ وأولادي مع بقية يعني يمكن لغاية دلوقتي. شوف احنا سايبين القناة بقالي 26 سنة، لغاية دلوقتي زملائهم وأولادهم بيزوروا بعض وحبايب وأصدقاء ويشوفوا بعض، ولما ده يجوز ولاده يعزم ده وشكل ده. طيب في برضه نقطة، يعني احنا طبعا بنقول انه كان في حياه اجتماعيه ولغايه 67، بعد كده حصل تهجير زي ما حضرتك تذكر. بعد كده بعد حضرتك بعد سنه 75 بعد اعاده فتح القناه، اعتقد ان في مجموعه اخرى راحت غير المجموعه اللي مشيت، يعني كان في ناس كتير طلعت على المعاش وكده. فحضرتك حسيت بفارق بين الوضعين يعني؟ والله هو شوف النظام او السيستم اللي كان موجود، النظام اللي كان موجود ان بيبنوا بنيين فيلل وشقق للعاملين يشتغلوا فيها، وانهم بعد ما يطلع المعاش يديله مبلغ مقابل انه يسيب البيت الاداري ده لزمايله اللي هيجوا بعديهم. وكان في الإقامة أغلبها كانت فيلل بجناين مبنية، أنا شخصيا كنت عايش فيها الفيلل دي. الاتجاه بعد كده إن فكروا قال لك بدل ما أبني فيلا أبني عمارة. طبعا الإدارة إدارة الهيئة اعترضت على هذا بشدة، واستمر الطلب ان يستمر الفلل ونبني عمارات تاني لبقيه الموظفين اللي بيتوجد، انما الفلل القديمه
احتفظنا بيها كأثر وك أنا بعتبرها يعني حاجة سياحية وتاريخ تاريخ. ما في شك يعني قناة السويس بدايتها أحيت منطقة القناة كلها ودتها مجال للحياة لا ننكره لا ننكره. يعني هو طبعا يعني الحقيقة احنا كلنا بنشعر طبعا ان ابناء القناة دول لهم حاجة مميزة، يعني حاجة كان لهم ذكريات خاصة ومنطقة خاصة جدا، ودي احنا بنحاول احيائها او نحاول نذكرها ما يتنسيش. مرور الوقت الامور دي بتتغير. هيبقى اخر سؤال لسعادتك بقى، ده سؤال شخصي بقى عن والدي الدكتور زكريا الصدري، يعني حضرتك ذكرته، فاحكي لي شويه عنه، كيف كان التعارف وكيف كان التعامل في الفتره. هو زكريا بي انا بعتبره هو من جيل بنو البحريه، زكريا والمجموعه بتاعته، زكريا بيه يعني كان هو والمجموعه بتاعته اساس بناء القوات البحريه. وانا اذكر يوم ما دخلت القوات البحريه وقابلت الجماعه القدام دول جيل ما اتكرر، سواء الابطال حنفي، الابطال الشاطر، ذكريا الصدر، الأبطال حمد الجريتلي. حمد الجريتلي ده كنا بنسميه الباشا. زكريا بيه بأدبه برضه، وكان بعلاقته بينا بيعاملنا كأب وكلنا أولاده، وكان هادي الطبع. يعني حضرتك كنت تعرفه من قبل ما نخش قناة السويس؟ من قبل ما نخش، ده جيل بحر، هما اللي ربونا، هما اللي علمونا في البحرية وشفناهم من قبل البحرية. التعامل مع زكريا بيه كان إنسان هادئ مؤدب، ما تعودش إنه يكلم الواحد بأسلوب أو بلفظ خارج، احترام متبادل بينا، فكان يحوز على حب الجميع الحقيقة، وإدارة كان ناجحة جدا. طبعا بعد التأميم استعانوا بيه واستعانوا بخبرته وخبرة حسين حمزة وخبرة علي داوود الله يرحمه، المجموعة دي كلها أدت للهيئة كتير، وهي اللي خلتهم قدروا يقفوا على أيديهم مع مجموعة المرشدين القدام اللي كانوا موجودين في الهيئة، اللي كانوا هم أساس نجاح عملية الانسحاب. يعني من غير 36 مرشد اللي كانوا بيشتغلوا مطرح أربع مرشدين ما كناش نجحنا. حضرتك في حرب 73 كنت متواجد في مصر ولا كنت في مكان تاني؟ 73 خدوني وعينوني في مكتب، كان عندنا مكتب عملناه في مدينة نصر. أيوه كان. وأنا مسكت نائب مدير التحركات في هذا المكتب على اساس ان احنا نشغل القطارات بتاعتنا بدل ما تقف، نشغلها في اي مشاريع في البلد، ونعمل عمليات قطر خارجي، نجيب حاجات من بره او من قطورها ونجيبها، او نأجر القطارات دي. يعني الشهم راح ابو ظبي، كان مؤجر لميناء ابو ظبي، والمرشدين انتشروا بقى، اللي راح دبي، اللي راح البحر. يعني انا رحت ليبيا، انا خدوني لما بريتش بتروليوم اتأممت، خدوني في طيارة حربي ومعايا 6 مرشدين، ورحنا مسكنا ميناء طبرق، قعدت هناك 4 سنين. ورجعت سنة كام بقى حضرتك؟ رجعت مع فتح القناة، بعتوا لنا جواب الهيئة
قالوا لنا ان القناه هتفتح تعالوا كلنا رجعنا الحقيقه، مع ان احنا كنا بناخد مرتبات هناك قد هنا يمكن 10 مرات. انما الحقيقه ما فيش واحد تخلف. رجعنا وكان لي الحظ ان اكون على اول مركب تعبر قناه السويس بعد الفتح. كان الرئيس السادات على المحروسه وانا على مركب حربي قدامه. فكنت على اول مركب. حاجه تاريخيه. يعني الحقيقه كنت محظوظ ان انا يعني اخد الفرصه دي. طيب انا حضرتك سؤالين برضه في الحته دي. اول سؤال فيهم حضرتك بعد كده دربت المرشدين اللي بونجو ده كان مثلا الابطال الشياتي والابطال فهمي ياسين كان بيدربوا مرشدين في الشياتي مجموعه الابطال الشياتي دربونا احنا. احنا بقى بعد ما الامور استقرت والعدد زاد ابتدينا نتدرب احنا على بيت القناه. انا كنت مدرب نص القناه في اتجاه واحد. ابتديت اتدرب على القناه كلها. وابتدينا نتبادل لحد ما بقينا القناه كلها. الحاجه السؤال الثاني بقى حضرتك بقى عاصرت المهندس محمود يونس والمهندس مشهور احمد مشهور. فايه الفرق بقى بين اداره القناه كحاجه شخصيه بين شوف هو محمود يونس بدأ بعديه مشهور بعديه عزت عادل. أنا العصاية معلش أنا كنت بقول يعني كنت بقف أتكلم باسم المرشدين في الحفلات اللي بتحصل في الهيئة. فكنت بقول إن الثلاثة دول محمود يونس وراه مشهور وراه عزت عادل. الثلاثة دول كانوا الحقيقة مثل جيد للإدارة والإخلاص. وبقينا قلت يا جماعة احنا خايفين لمن يأتي بعد هذا الجيل. وكلمة قلتها أنا فاكر قلت ولكن الحمد لله مصر ولادة وجانا الفريق احمد علي فاضل ووراه مميش. الفريق احمد علي فاضل كان له فضل في تجديد روح الهيئه، يعني المباني جددها، النوادي جددها، ورفع مرتبات الناس. وجاء مميش بعديها نفس الطريقة. وبعدين في الناحية الاجتماعية مميش سبق وعمل علاج للمعاش كله عمال وموظفين. أنا بقدر مع مديني دفترين أقدر أروح على جميع مستشفيات القوات المسلحة أروح أتعالج وأخش مستشفى ببلاش. دي ما كانتش موجوده. فيعني الحمد لله الاثنين دول ما زالوا محافظين على قناه السويس، ما زالوا العلم مرفوع، مشاريع التحسين والتطوير شغاله لحد دلوقتي. ارجو ان يعني التوارث يكون موجود. لأن قناة السويس كان من أصلا بدأها كان صح، أساسياتها سليمة. لما جينا في بعد التأميم استمرت على نفس الخط، فالنجاح كان موجود وسمعة الهيئة كويسة. يعني بفضل بقى الأبطال اللي زي حضرتك وزي زملائك قدرنا فعلا نحافظ على الفرح الكبير ده، وربنا يوفق إن شاء الله. الله يخليك. لا يعني الحقيقة السابقين واللاحقين كانوا قدر المسؤولية.